تصريحات لوزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو أعادت معبر أوفوكوي المقابل لمنطقة زمار إلى الواجهة من جديد. هذا المعبر الذي سيربط الموصل بتركيا وأسواق البحر المتوسط وأوروبا مباشرة، ويكون البوابة التجارية والاقتصادية الكبرى لأم الربيعين مع الجارة الشمالية، ومنفذا جديدا للتعاون التجاري بين أنقرة وبغداد عبر الموصل. إذا كان مسيطر من قبل الحكومة سيكون بشكل رسمي، ويعني هذا راح يخدم خدمة كبيرة من خلال المواد الأولية اللي ممكن الحصول عليها سريعا، دخوله مباشر إلى العراق إلى مدينة الموصل بالذات، مما سيغير من الواقع الصناعي إن شاء الله بالعراق. المعبر الجديد في منطقة زمار أوفوكوي الذي يأمل الموصليون افتتاحه في أقرب وقت سيحقق منافع كبرى للبلاد، ويكون بوابة للمدن العراقية من أقصى الجنوب وصولا إلى أوروبا وباقي دول العالم. فتح هذا المعبر وفتح معبر الفاو فعلا سوف ينشط حركة تجارية في كل المحافظات على هذا الخط. نأمل أن يتم فتح هذا المعبر في أقرب وقت، وأن يتم توفير الأوضاع الأمنية والسياسية والبنى التحتية التي سوف تخدم هذا الطريق، وسوف توفر فرص عمل للعاطلين، وسوف تحل كثير من مشاكل اقتصادية في البلد. حركة جديدة للبضائع يمكن أن يصنعها معبر أوفوكوي، ويحيي نحو 1000 كيلومتر من طرق العراق، إذ ستكون الموصل والتكريت وبغداد وكربلاء وذيقار والبصرة وصولا إلى ميناء الفاو الكبير محطات لنقل البضائع إلى أوروبا وبالعكس، إضافة إلى تشغيل آلاف الأيادي العاملة من خلال تحويل طريق النقل الجديد إلى محطات تجارية كما في دول العالم الأخرى. اختصار كبير في الوقت والجهد يوفره معبر أوفوكوي للبضائع والحركة التجارية، خصوصا وأن الطرق المؤدية إلى المعبر لا تمر بالجبال وأن غالبيتها على مسافات مستقيمة، ما يعني أن حركة النقل ستكون آمنة ونشطة على مدار السنة. المعبر الجديد سيعيد الاعتبار لمفهوم الموصل ومعناها الذي عرفه الناس منذ قرون كنقطة للوصل رابطا ميناء الفاو الكبير في فحاء العراق بعاصمة الإمبراطورية الآشورية وصولا إلى القارة العجوز وباقي دول العالم. من الموصل محمد سالم، يو تي في.